تركيز المنظمة يرتكز على كافة أفراد الأسرة، ولكن بشكل أساسي يرتكز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة وعلى الأمهات. فبرامجنا متعددة، تبدأ بالبرنامج الأهم وهو برنامج الطفولة المبكرة. برنامج الطفولة المبكرة يستهدف أطفال من عمر 4 سنوات وحتى 8 سنوات، لأننا نؤمن بأن العمل مع الأطفال في عمر مبكر يعطي نتائج وثمار أفضل في المستقبل. نعتمد على إعطاء برامج ونشاطات متعددة تهدف إلى إعطاء الدعم النفسي والاجتماعي لهدول الأطفال. بمعنى أطفالنا محتاجين الحب والحنان، العناية، الاهتمام، الاحترام. في منظمة شباب الغد نحرص كل أفراد الطاقم مع المتطوعين حتى الأطفال الآخرين إلى تقديم هذا النوع من الخدمة. الأطفال بتعلموا الكثير عن طريق اللعب. هاي هي شعار منظمة شباب الغد، إيجاد مكان آمن لهؤلاء الأطفال، آمن من ناحية المبنى ومن الناحية النفسية، لإعطائهم نشاطات غير أكاديمية. منظمة شباب الغد ما بتدرس، لأنه هذا دور المدرسة. بنحاول إحنا نعطي الجزء الثاني وهو الأهم في حياة الطفل، وهو الدعم النفسي والاجتماعي، ومحاولة توفير لهم ما لا يتم توفيره في الأسرة أو في المدرسة. برنامج الثاني اللي هو خلينا نقول مكمل مباشرة لبرنامج الطفولة المبكرة اللي هو برنامج الأمهات. تقوم منظمة شباب الغد باستهداف أمهات أطفالنا، يعني الأطفال اللي بيجوا عندنا سواء صباحا أو بعد المدرسة نقوم باستهداف أمهاتهم. ليه؟ لأنه لابد من العمل على الركيزة الأساسية في الأسرة. الركيزة الأساسية في الأسرة اللي هي الأم. أنا إذا بدي أعلم الولد فرضا النظافة أو النظام أو أي موضوع، أو إنه ناكل أكل صحي في المؤسسة، إذا الأم مش ماشية معي على نفس المنهاج شغلنا بده يكون خلينا نقول ذهب هباء منثورا. بالتالي بنحاول نستهدف أمهات أطفالنا. هدول الأمهات بيجوا عندنا بياخذوا محاضرات أو رياضة أو كمبيوتر وخياطة أو لغة إنجليزية، أي إشي بنحاول فيه تمكين المرأة. برنامج الثالث اللي هو برنامج الأطفال الأكبر عمراً، اللي هنا خلينا نقول إخوة الأطفال اللي بالعمر الصغير، اللي هن من عمر 9 إلى 14 سنة. والبرنامج الأخير اللي هو برنامج الشباب أو المتطوعين الشباب أو طلاب الجامعة. بتم عمل المنظمة مع الشراكة مع مؤسسات مختلفة ومع جامعات مختلفة، تحديدا في نابلس، للحصول على متطوعين لكل فصل، وكل فصل بيكون حوالي 3 أشهر. بهدول ال3 أشهر بيكونوا متطوعين ملتزمين بأسلوب مع عدة برامج، برنامج طفولة مبكرة، برنامج المتدربين الأجانب، بتطوعوا معهم لفترة معينة لتطوير مهاراتهم من خلال الممارسة مع الأطفال. ومن المهارات المهمة اللي احنا بنحاول نعززها عند الشباب اللي هي مهارات الاتصال والتواصل، مهارات القيادة، مهارات الإنجليزي، خاصة الشباب والصبايا اللي بيكونوا مع برنامج المتدربين الأجانب. وخلال الفصل يتم تقييم المتطوعين وإعطائهم تدريبات أو إعطائهم أي تدريبات بتكون متصلة في المهارات اللي هم بيحتاجوها أكثر للحصول على هاي الفرصة في سوق العمل أو للحصول على أي فرصة سواء خلال الدراسة أو بعد التخرج. فبشكل عام خلال هدول ال3 أشهر بتكون في تقييم للمتطوعين، تقييم أولي، تقييم نهائي، شو المتطوع بحاجة أو شو المتطوع طور مهارات مع نهاية الفصل. وبناء على التقييم اللي تم آخر مرة للفصل ذات شفنا إنه من أكثر مهارات كانوا المتطوعين محتاجين إنهم يطوروها فيهم اللي هي مهارة العمل خلال فريق، مهارة الاتصال والتواصل، ومهارات القيادة. فإحنا بنحاول ونسعى إن إحنا نحسن أو نطور مهارات المتطوعين المهنية هاي. احنا في صدد ان نعمل تدريب للمتطوعين، تدريب مكثف علشان نحاول ان نمدهم او نوفر لهم الاساسيات لهي المهارات، انه كيف نحاول نطور حالنا فيها. اشي تاني انه بكون في تقييم تقريبا يومي للمتطوعين. من خلال هذا التقييم بتعرف المتطوعين على الجوانب اللي فعلا ايجابية في شخصية او مهارات الايجابية عندهم. بشتغل هنا ساعتين تقريبا اليوم، اللي هي الساعة الاولى بتعتبر هي اللي هي الانشطة اللي بتكون فيها المنظمة. الساعة الثانية بتتمثل في الهومورك. الأنشطة اللي بتكون هي كبداية اللي هي التعلم من خلال الأنشطة الترفيهية،
ثاني إشي كيف بيتم دمج الأنشطة هاي من خلال توصيل فكرة للأطفال. السن اللي بنتعامل معاه اللي هو سن الأطفال الصغار يتراوح أعمارهم من 6 سنين لثمان سنين. أضافت لي هاي الخطوة أكيد اكتساب مهارات في التعامل مع الأطفال. ثاني إشي اللي هي كيفية استخدام النشاطات هاي، النشاطات الترفيهية في إضافتها للتعليم. ثالث إشي على الصعيد الشخصي أكيد راح تفيدني في النهاية في إضافتها للسي في للسيرة الذاتية أثناء بحثي عن العمل بعد تخرجي من الجامعة. فهاي بشكل عام اللي هي منظمة شباب الغد وكيفية الاستفادة. هلا انا هون كان لي مشروع تطوع على الفصل كان على التوالي. بشكل عام احنا في سوق فلسطيني انه بطلب يكون عند اي انسان خبره، فهذه الخبره بناء بتجي انه بناء على الامور المتطوع اللي انت قمت فيها. هلا بالبدايه انه منظمه الشباب الغد فعليا انها بتعمل اهتمام كبير بالمتطوعين. اول شيء مجال الدورات اللي بتقدم للمتطوعين، اسلوب التواصل في المجتمع، انه كيف انت في سوق العمل رايح تكون او كيف انت تتعامل مع الاخرين. هلا احنا هون عندنا صف الكمبيوتر زي ما انتم شايفين انه بكون عندنا اجهزه كمبيوتر، كل الاطفال موجودين هون. هلا بكون عندنا اهداف داخل احنا صف الكمبيوتر، اهم هدف بكون عندنا بعيدا عن الجزئيه من انه التعلم على الكمبيوتر بكون انه احنا دراسه الدعم النفسي للطفل. اللي استفدت انا كمتطوع للفصل الثاني هون، اول شيء انه صار عندي تنظيم في الوقت، صار عندي قيادة، صار عندي اتصال وتواصل، صار عندي كيفية التعامل مع كافة أطياف المجتمع الصغير الكبير، صار عندي تحمل مسؤولية، صار عندي مهارة قيادة وتواصل بشكل عام، بالإضافة للدورات اللي بتقدمها عن المؤسسة بشكل عام، بس مثل دورات إسعاف أولي، دورات لغات، دورات قبل الوظيفة والأخير من الدورات اللي المتطوعين بيستفيدوا منها. عشان تعلمت أشياء جديدة وصل منها. زي ايش تعلمت اشياء؟ مش منيح للصحة الارجيلة والدخان والكولا والشاي والقهوة. طيب انت مين بيعلمك؟ يعني هنا كيف بيعلموكم؟ شو استفدت انت؟ استفدت انه حكولك هذا اشياء صحية واشياء المدن. ايش الاشياء اللي بتلعبوها؟ تليفون مقطوع ورياضة وكمان